على الفصول وعلى التنقيح. خلينا نرتحوا شويه كره وبورتري. ايمن التومي لندرا 2012 مع هدى المزوغي، رياض هويم، فراي المجبري، وعبد اللطيف معتوق. أني أيمن التومي من مواليد 11 جويلية 1990، لاعب بالنجم الرياضي الساحلي وبالمنتخب التونسي. بديت كرة اليد يعني عمري في السنة الرابعة، يعني عمري 9 سنوات، وبعد دخلت الكوليج مشيت مع الإتوال. الحمد لله بديت بالأصناف الكل، مارست يعني لعبة كرة اليد والحمد لله وصلت لاباس. بديت مع المنتخب في 2009، عملنا تحضيرات للكوب دي موند في الكادي في الحمامات، الحمد لله عملنا يعني استاجات بهين ووصلنا كاتريام مونديال والحمد لله. بعد الحمامات لعبنا كوب دي موند في اليونان والحمد لله قدمنا مرضى وعملنا يعني تروازيام مونديال اللي اول مره تصير في تونس. سمينا كل ما بعضنا وقلنا راهو جينيراسيون دي ان شاء الله مش نعملوا برشا حاجات باهيه. بدينا بشويه بشويه لين كملنا الماتشات الكل والحمد لله عملنا تروازيام مونديال واللي ماهيش باش تتنسى الحمد لله. برشا عباد نبقولنا يعني مستقبل باهي، سيرتو بعد ما اللي عملوه كجينيراسيون تاع 2005 اللي عملوه في تونس. يعني قالوا ان شاء الله الجينيراسيون دي مش تاخذ المشعل عليها، وان شاء الله يعني بعد لي جوز اولمبيك ان شاء الله مش ناخذ المشعل ونعملوا ان شاء الله دي ريزلتا خير من اللي عملوهم في 2005 ان شاء الله. يتفرج في التلفزه في 2005 كان فرحان اللي يشوف وسام حمام ولا عصام تيج الجينيراسيون هذيك. الحمد لله واحد يخدم وحط في قلبه وتوا يعني البيبان تحلت في وجوهنا ودخلنا معاهم ليكيب ناسيونال، وواحد يعني شرف لي له اللي يلعب معاهم. الحمد لله الانتجراسيون كانت سهلة، دخلونا في الجروب في الجو وهاكم شفتوا يعني الكوب دافريك الأخرانية في المغرب، يعني لي جون والكبار يعني الميلونج كان عنده فايدة كبيرة وعاد بالكوب دافريك الحمد لله. ثم جلال التويتي هذاك أخويا عاوني برشا الحقيقة في سيرتو في المغرب في الكوب دافريك الأخرى، نتعلم منه متأثر برشا جوارت يعني كما علي مادي قبل وليد بن رمضان، فما دي جوار يعني باهيين في تونس تو كيما محمد علي بحر، ريان العريبي، غازي الغريبي، يعني فما جوارات باهيين في البوست هذيا وان شاء الله الكلنا نخدموا ونتحسنوا باش نفيدوا منتخب تونس. عندنا برشا ما شاركناش في لي جوز اولمبيك، جاتنا فرصه يعني ان شاء الله تكون تحضيرات باهيه في مستوى الحدث هذايا، وان شاء الله مش نمشيو ونشرفوا الرايه التونسيه ونعرفوا كره اليد يعني على الساحه الافريقيه، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل شيء يتعدى لاحسن ما يرام ان شاء الله. موضوع الاحتراف يعني واحد ما يخممش فيه برشا، واحد يترينا ويقدم مردود به في المباريات، وكان جات فما حاجه يعني ديزوفر ولا حاجه ان شاء الله فما كل خير ان شاء الله. واحد مازال عنده عقد في النجم وان شاء الله كان فما حاجه ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. تفاعل كبير مع فقرة البورتريت تاع لندن 2012 من كامل محبي الرياضات الجماعية، كرة السلة، كرة اليد والكرة الطائرة. أيمن التومي الياسي ذوني فرد مركز أنت وياه، جناح أيمن هكا هو جناح أيمن ابن جمعية النجم الرياضي الساحلي. الماتش الأخراني ما لعبوش كان مصاب، عمل بروجريسيون كبيرة برشا، شارك في كوب دي موند في حمايه 2009 وتمكنوا من الحصول على المرتبه الرابعه، كوب دي موند الاخرانيه اواسط مرتبه ثالثه، وسنا نلقاوه في نلقاوه مع الاكابر وتتويج ببطوله افريقيا. خدمه نتاع سنوات سواء بالنسبه للاطار الفني الجامعي او بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، قاعد يتطور في الاداء نتاعه، والحاجه الباهيه فيه اللي وليد متربي نعرفه شخصيا معناتها عاقل ومتربي وحشام. هذا المهم ماشي على خطاه جاي التويتي اللي ضحت. تحيه لجلال متربي برشا جلال وحشام برشا.
حتى يوم الحماس نجم نقول يوم الحماس لا والاولاد الكل انا سي محسن مشينا مع بعضنا لالمانيا 2007 عملنا كاس عالم في المانيا وشفنا الجو الكبير بتاع المنتخب الوطني التونسي تقريبا نفس النواه معناها ملاعبيه بالحق قاعده معهم باهيه محترفين في مخاخهم منضبطين ويعطيهم الصحه وحتى الجيل اللي طالع توا زاد مش مقصر وديما راهو كيبدا جيل اللي يسبق ناجح اخلاقا ونتائج اللي من بعده بده يتبع من غير ما يشعر.